فرانس الكان على أنفاس بريس، أهلا بكم. ألغت لجنة الاستئناف التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم عقوبة الإيقاف التي أصدرتها سابقا في حق الناخب الوطني وليد الرقراقي. تنطلق اليوم السبت منافسة الدور الثاني من نهائيات كأس أمم إفريقيا، وأولى المباريات ستجمع بين نيجيريا والكاميرون على الساعة 9 مساء على أرضية ملعب فيليكس هوفويت بواني. وفي المباراة الثانية يلتقي منتخب أنغولا مع نظيره منتخب ناميبيا في تمام الساعة 6 مساء بملعب السلام في مدينة بواكي الإيفوارية. استأنفت العناصر الوطنية تدريباتها بملعب أوغوست دينيس بمدينة سان بيدرو مساء أمس الجمعة استعدادا لمواجهة جنوب إفريقيا يوم الثلاثاء على أرضية ملعب لوران بوكو. كانت هذه هي آخر أخبار الكان، إلى اللقاء.